الله الرحمن الرحيم. في جزوة. هذا وادي وهذا وادي، هاك تصور. هذا وديين وهذا المحقن وهذيك طريق كانت جيلة عند الطريق هذا. هذه كلها جثث. هذه كلها جثث. وبعدين سمعنا الانفجار دخل على منطقة البلاد، الناس طبعا راقدة، الأغلبية كانت نايمة، فهمت؟ ما فيش حد كان مستعد. لكن الله غالب شيء صار، فقد منزل العائله كامله، نحن جيران بعضنا، عرفت، عده منازل جنب بعضنا، عائله سقيب. فقدنا العند تو 30 شخص، 30 شخص من عائله واحده. ما لقيناش ولا واحد الى الان. احنا نسكن في العماره الان فعلى دورا. ساعه ما علاها حلت الرش انبحتنا. طبعا اول ما هجم الاعصار اللي جاء، سيارات كبار وعائله وسيارات الهلال الاحمر يضوم ما شنو يضوم في الميه العلو ورقاه. المبنى طبعا المبنى هذا المباني اللي هنا قريب 3 متر، العماره نحن اللي في الدور الاول اللي عندي قريب الدور الثاني.